السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميي هويني دلقو مقعابو كاثرين بيريس شكتم أهيد صحفيات إيران أغلطي مسوحي أهيد بساسد مددير لحوشي مامولكا كان عصدتدا إيا سياسين تودنك إيران تاسيو أوشقينيسي أما أيهول قليين هي أدى سردونك إسرائيل إيه موساد. كاثرين بيريس شكتم وحاي كمتاي بساسين تباري تانو مدسعودي سندهي أودن بيي لغو أغاذي إن أي مدو شقينيسي سردون كمامولك إسرائيل إيه موساد أينا آهيد بساسد لغو دح بيري قده ودن كإيران مركلي أه هرانتي سند كان لبدا كون إيا لبيا لباتنك وحاي إيران كبرارغتي خايمت لغو دح بيري أو شقينيسي موساد تاسي أو لحقيجي إن أي مدو سند أه حق مهيم أه ودسين شرتي مامولك إسرائيل وحا أي حيرا إيا فندالك لدعين مركي كاثرين لحقيجي إن أي جوجل لوذاكتي كدوات بقولنين أو إسوغجي رمضح سياسيين إيا سراكيل السرسري أو كاترسن حكومة جمهورية دا إسلامي أه أي إيران كواسي أو أي دمان تود حجي جنسي أه أو دين عقوش أه كل وذاكتي جورك لو يقانو زواج المتعة أما جورك كميل جارك أه أو أه جور أي إنت بدن كدقمان تدكشي عذا أه كاسي أو أه جور مدكوبان أه oo labada dhinacba heshiis ku yihiin balse aan ahayn midkii muddo dheer ahaa. Qadiyadda haweeneedani sidee u soo banbaxday? Maxay ahayd asalkeedii? Maxay ka shaqeynaysay? Goormay Iran timid? Dhammaan su'aalahan ayaan isku dayi doonaa in aan jawaabo ku habboon ugu helno inta aan ku guda jirno mowduuceenan oo aan ugu talagalnay dhammaanba akhyaarta nagu xidhan ee sida gaarka ah u xiiseeya arrimaha sirdoonka iyo mukhaabaraadka. Ku soo dhawaada saaxiibayaal موضوعين. إن كستا أو أي مدبذن هي أدى سردون كإيران إيه قارا أهان واحدة مخابرات كإيدا مدى إرالة كعانكو أي هوين إذن قلنشادة أه كد بجرين أو أي كشاكي سناين هدنا مرنبا كما آني هيرين وح عدي ما أه أو أي كسو قبتان أما أغو يران كو عديان توهن كود إلا أغو الدنبين سند كان لبدا كون إيا لبي إيا لباتان كهوران تيسي أي سعد أصوب بحين حوغي هيدو سيدا أو باهي ورقيسك عانك أه إيا يهودة كصوب بحي إلو يقانو تايميس أوف إسرائيل كاثرين بيريس شاكتم أو أسر كيدو يهي إيرانيات قرب جوك أهيد وحا إيا هيد وريكا هول كشا وكالد ورر كإيه تسنيم أو أه وكالد ورر أو إيران لغلي يهي أهنا وكالد كحريرسن إيدا مدا إلالة كعانك تورد إيران إيا أهود بدن كواسي أو هوستغا مرشد كوين إيه دالكاسي آية الله على خماناي هوين إذن وريها إيه كاثرين مددور إيه طبان سناء مركي أي دالك إيران كسو لابطي وحي إيه سيتي دالشو أما باسا بور فرانسيس إيه دو أوكو شقينيسي مددير وريه نمو إيه سيدو كلا علم بادة دين عدراسات كأه وحاني فرصد إيه شي إن أي منصب شاقه كيش وكالة داسي تسنيم تاسي أو إيه كتمد قرش دير أو إيه إسرائيل كلا شقينيسي إن مدده وحانا سيدو كالي حوكتي هاويني دن لغي هالي تباحدي إن أي إسقبين إنتي آني هاوشان قذكيلين نن يماني أح أو مسلم أح سيدا إيادو شركتي إن كستو أوضد بدني إيادا كشاكي سيهين دين تايا هيساتو ولو أي كدو دي إن أي تاي مسلمت شيعا أح ورقيسك تايميس أوف إسرائيل وحاو باهي قرمقار أح أو كقهد ليو حالة ده هاويني دن لغو سو إيدي إن أي إسرائيل وبساسيسي وحانو شاكي إن أي حقيقة أحيد إيادها اللو سو جيدي مددير او اي كودح ملانتي مسوليين تسترستري اي ايران حتى اي نصيب او هاشي ان اي لكولانتو مرشد كوين اي دالك ايران اي تولاهي على خماناي اي وليبا مدحوينها وقتigan اي دالكاسي ايران ابراهيم الرئيسي مدهر كيدة قود اي حجاب كيدة سيدو كالي هنانكو عدكر نمدليه اي الفرفر عوني دي دين عشاقادة اي اي كده القليسي وكالة دورك ايران اي تسنيم وحاي هويني دان كدقين مد آن مرنب اللوغ شاكيين إن أي بساسات أطهي يهودة وحانا إن بدني أو أركيين حدق صحفيات أح أو رير إيران لجرتاء بل سوحا أي مدبة هلبها رير إيران اللوغيسي يهودة بوبكا كوهي ستردولك رير فلسطين إيا دولول بدن أو عربيد وكلي مركي أي مدوكو سوغنايد إيران إيا أي كسو لابطي قارد يوروب إياد أود أدحادة وحا يوغ عنكشي كوحاها موساد أقابل سان شقاليسين تا وحانا أور كيدا كوبيرين عذاود إيا نحل بدن oo ay uga faa'iideysteen aragtideeda u janjeerda dhinaca isbeddelka iyo mucaaradnimada kacaanka Iran taasi ayaa keentay
sida xogahan tabaxayaan in ay si rasmi ah u saxiixdo hawlgalkeeda basaasnimo ee halista badan maadaama ay ka hawlgelayso waddanka ugu halis badan Israa'iil ee ay cadaawadda weyni ka dhaxayso oo ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran haweeneedii lagu magacaabo Catherine ee basaasadda ahayd markii ay muddo ka hawlgelisay wakaaladda wararka ee Tasniim waxa ay gudagashay hawl maalmeedkeeda basaasnimo waxaanay xidhiidh qarsoodi ah oo dhinaca jinsiga ah la sameysatay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka sidoo kale wasiirro ka tirsan xukuumadihii kala dambeeyay ee Iran iyo xataa wariyaal aad ugu dhow qasriga looga arrimiyo xukuumadda Iran kuwa badan waxa uu xidhiidhkoodu ahaa guurka loo yaqaano mutcaha ama kumeel gaadhka ee shiicada agtooda ka bannaan waana arrinka Catherine u suurtageliyey in ay mas-uuliyiin badan shabageeda ugu soo daataan sida xidhiidhweynta ama xasharaadku ugu soo daato dabka mas-uuliyiinta ay xidhiidh kala lahayd muddo dheer waxa tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 100 mas-uul oo xogta ay chiefka iyo daqiiqadaha raaxada kaga qaadaysay ugu gudbinaysay xarumaha lagu soo duubo xogta wakaaladda sirdoonka Israa'iil ee Mossad Catherine oo 14 sano jir ah waxay xidhiidh qoto dheer oo joogto ah oo dhinaca shaqada ah la lahayd xafiisyada wararka ay wakaaladda Tasniim uga baahan tahay laamaha dawladda goobahaasi oo ay ka gudbisay xog xasaasi ah oo sirdoon taasi oo ka dhigtay mid aad looga jecel yahay waaxda shaqaaleysiinta iyo hawlgelinta basaasiinta ajaanibta ah ee Mossad wargeyska Times of Israel waxa warbixintiisa ku xusay in Catherine ay sidoo kale xidhiidh weyn la lahayd xubno ka tirsan baarlamaanka waddankaasi Iran gaar ahaan labadii baarlamaan ee mudaxiladkoodu ugu dambeeyay sidoo kale golaha sare ee kacaanka wadaadada ku jira oo saameyn siyaasadeed oo weyn ku leh kuwaasi oo ay qaarkood guurka loo yaqaan Siwaajul Mutca muddo kooban ay la wadaagtay xogaha ay haddaba Catherine gudbisay waxaa ka mid ah xogo dhinaca ciidamada ah gaar ahaan ilaalada kacaanka xogo la xidhiidha dadaalka ay Iran ugu jirto soo saarista quwadda nukleerka sidoo kale xogo siyaasadeed oo ku aadan siyaasiyiinta saameynta leh iyo xataa xogo sirdoon oo ay ka gudbisay xidhiidhka Iran iyo dawladda Syria Iran iyo Turkiga Iran iyo Ruushka iyo waliba taageerada Iran u fidiso kooxaha muqaawimada Falastiiniyiinta sidoo kale Hizbullah iyo waliba xataa milishiyaadka reer Ciraaq ee ku sugan gudaha dalka Ciraaq ee ay Iran gacansaar kale leedahay si kastaba ha ahaatee dhinaca kale warbixin uu isna qadiyadda haweeneedan basaasadda ah ka beehiyey wargeyska caanka ah ee dalka Britain ka soo baxa The Independent waaxdiisa luuqadda Beershiyaanka waxa uu xaqiijiyey in Catherine Shakdam ay la shaqeysay xarumo cilmi baariseed oo xidhiidh la leh maamulka Israa'iil kor inta aanay la shaqeyn warbaahinta Iran waxayna warbixinta The Independent sheegtay in lala yaabin yahay ilaa imika oo aanay caddayn sida ay ugu suurto gashay haweeneydani in ay kalsooni ku dhex gasho saraakiisha dawladda Iran kulankii ay la yeelatay haweeneydani hoggaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo madaxweyne Sayid Ibrahim al-Raisi aan ku laabanay wargeyska Times of Israel waxa uu baahiyay kulan dhexmaray haweeneydan basaasadda ah iyo sababtiisa waxaan u yidhi wargeysku faahfaahinta xogta gabadhan laga helay waxaa ka mid ah maqaal ay Shakdam ku daabacday wargeyskayga Times of Israel bishii February ee sanadkan 2022 ee la soo dhaafay waxay maqaalkaasi daah kaga qaaday inay la kulantay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei booqashadeedii ugu horeysay ee Iran kulan labaadna ay kula qaadatay oo ay kula kulantay madaxweyne Ibrahim al-Raisi gaar ahaan markii lagu guda jiray ololihii hore ee doorashada Iran sanadkii 2017 waxaanan ugu tagaybeytili shaqo wariyinimo sidaas ay Catherine u sheegtay wargeyska Times of Israel isla maqaalkaas Catherine Shakdam waxay ku sheegtay inay tahay gabadh waqti hore qaadatay diinta Islaamka gaar ahaan madhabta Shiicada inkasta oo ehelkeeda qaarkood aanay ahayn muslimiin waxayna sidoo kale xustay in ay gudaha u gashay goobaha rasmiga ah ee xidhiidhka la leh hoggaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo taliska guud ee ilaalada kacaanka Iran ee loo yaqaan Xirsi Sawri markii ay hadaba xaaladda haweeneedan ka shafantay dhammaan baxugtii iyo maqaaladii ay ku lahayd warbaahinta Iran waa la tirtiray waxaanay dawladdu ka gaabsatay in ay tafaasiil ka bixiso qadiyadda haweeneedan basaasadda ah ee sida hilaac dhawaan u soo muuqatay mas'uul u hadlay xukuumadda Iran waxa uu sheegay in sheegashada haweeneedan iyo wargeyska Times of Israel ee xogta haweeneedan baahiyay in ay been sheegayaan si ay u sameeyaan
نظام شكي أبور آه أو كالادح غلا مسوليين تا إيسراكيشة سرسرة إيه شيكتي إن أي جوجل لو ذاكتي إيران وحا إيكو دو ديسا إن حوك تهويني دان لغيها لأي تاعي بيد ملا أول آه سيدو كالان آني وحبك جرين إن أي آهيد بساسد وشاقيسا إسرائيل صحي بيا الموضوع آنكو سوقاذني هويني دان بساسد آه هالكاس أيكو إيجي هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته